دخيلك يا ربي. هالشي هاد كاتبه الشاب اللي رحت فحصته مبارح، وبكل الأحوال هالشباب اللي كانوا معه مجرمين حقيقيين. لهيك الشاب المسكين كان متوتر كتير، بس أنا ليش ما انتبهت؟ اللي حابب أعرفه شو موقع السيد كاران بالمشفى؟ معقول يكون كاران دكتور بهالمشفى؟ أو يمكن يكون هو مريض هنيك؟ شو قصة السيد كاران يا ترى؟ كيف بدي أعرف إذا هو دكتور ولا هو مريض قاعد بالمشفى؟ طيب ليش ما بعرف هالشي من مستشفى المدينة؟ إيه؟ وصليني بمستشفى المدينة. كاران، تعرف شغلة؟ إذا هذا الشاب يكون أجاي، ما في غير طريقة واحدة لحتى نوصل له، يلي هي أنايدا. عم فكر بقصة، أنا رح ألحق أنايدا، وأنا متأكد أني رح ألاقي دليل على هذا الشيء. معك حق. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا الدكتور سيف. أهلين. بصراحة أنا الدكتور اللي اتصلت فيك قبل شوي، بدي معلومات عن السيد كران. بعتذر دكتور، أنا شفت كل السجلات هون، ما عنا لا دكتور ولا مريض بهالاسم هاد. طيب ممكن يكون مرافق شي مريض عندكم؟ ما عندي فكرة. يلا لكان ما لازم تضيع وقت، روح بسرعة. أكيد. ماشي؟ ماشي. لحظة كاران. خلي موبايلك شغال، لأنه يمكن اضطر دقلك. ماشي؟ ماشي. لو سمحت حضرتك السيد كاران؟ ايه؟ لحظة شوي لكان، ممكن تقرأ هاي؟ هاي الرسالة إلك أنت. لا، هاي يمكن ما تكون لإلي. لحظة شوي سيد كاران، هلأ أنا تذكرت في شاب مفقود من عيلتكم، مو هيك؟ يا ربي، معقول يكون أجين خطف؟ طيب انت مين عطاك الرسالة هاي؟ يلي عطاني الرسالة المريض نفسه، قصدي الشاب اللي كنت انا عم عالجه وقتها. كانت حرارته مرتفعة كتير، والمكان اللي كان فيه غريب، وما قدرت انه افهم شيء. انت لازم تنقذ حياته، بترجاك. طيب دكتور، انت بتقدر تاخذني لهنيك؟ ايه طبعا، اكيد رح اخذك فورا. شكرا. عن إذنك. أيوة، معك الدكتور سيف. ما في داعي للخوف أبداً، أنا رح أجي فوراً، خلاص. ماشي؟ سيد كران، أنا آسف، بصراحة ما رح أقدر أجي معك، عندي مريض حالته كتير حرجة وضروري إني أشوفه. بس دكتور، بترجاك حاول إنك تفهمني. دكتور، طيب فيك تعطيني العنوان اللي رحت عليه؟ إيه ليش لا؟ بدك أعطيك العنوان هلأ؟ ماشي، تفضل. ماشي. تعال معي. بسرعة اطلع ورا السيارة، يلا. شو؟ لا، في حدا. معقول؟ معقول يكون أجاي مخطوف؟ دخيلك يا ربي، ما بكفي رديمة بهذا الوضع السيء، وهلأ في حدا كمان خطف ابني؟ يا ربي شو عم بيصير؟ ليش؟ ليش عم بيصير معنا هيك؟ بس قلي ليش؟ يا خالي بترجاكي لازم تهدي شوي، أنا معك، خلص رح لاقي أجي، أنا بوعدك. طيب فهمني، مين خطف ابني؟ وكيف رح تروح لحالك؟ خايفة عليك أنت كمان. الشرطة، الشرطة، نحن لازم نتصل بالشرطة، رح نخبر الشرطة. أوعك تخبري الشرطة بأي شيء، إذا بتقولي أي شيء للشرطة حياة أجي بتكون بخطر. ماشي؟ وأنا معك، اسمعي.
هي الرسالة اللي أعطاني إياها الدكتور، وضح لي فيها أجي كيف أنا بقدر أوصل لعنده. ماشي؟ أنا رح روح لهنيك ورح حاول إني أنقذه. ما بدي إياكي تقلقي أبداً. ماشي؟ ماشي. أنت ابقي هون ولا تقولي لحدا أي شي، وديري بالك على رديمة. اتفقنا؟ وأنت انتبه على حالك، الله يحميك ويبعد عنك الشر يا ابني. بترجاكي انتبهي منيح على حالك، بترجاكي. وين راحت السيارة اللي كنا عم نلحقها؟ ما بعرف. لا، اجتني هلأ فرصة ممتازة بس أنا ضيعتها. أنا شو بدي أقول لكاران هلأ؟ يلا نرجع على المشفى. يلا. حاضر. أنا بعتذر كثير منك. أنا آسف. خدي هي. كاران، أنا كاتي. كاتي، أنت بدك تروحي على المخزن الطبي مزبوط؟ أيه. يلا ليكو هنيك، تعالي. قلقت عليك كتير كاتي. لا تقلق، أنا بخير كاران، وبامي كمان منيحة، ما في داعي تخاف. كاتي، لازم نبعد من هون. امشي. لوين؟ نحن ما عنا وقت لنحكي، تعالي معي هلا. جيمي، جيمي، نحن هلا موجودين بالغرفة اللي جنب مخزن المستشفى. ماشي. جيمي جاي. كاتي، انت منيحة؟ وبامي كمان كيفها؟ نحن بخير، طمن. اجيت الشرطة. اسمعوني منيح، نحن ما لازم نضيع وقت. أنا صرت بعرف مكان أجي. شو؟ أجي بتعرف وينه؟ أجي هلأ مخطوف. شو؟ اقروا هي. بترجاك ساعدني، الشرطة أو كاران، مستشفى المدينة، أنا هلأ مخطوف. أنا مين آن؟ أن
أنا عايدة، لأنه بهذاك اليوم كان عم يحكي في جي. أنا وقتها سمعته هو عم يحكي مع أنايدا عن شب، وهو أجي. لا، هالشي بيعني في جي وأنايدا هنن يلي خطفوا أجي. أكيد هالشي. طيب شو العداوة اللي ممكن تكون بين في جي ميرا وأخوها لري؟ وكمان ليش لحتى يتصرفوا هيك؟ بعدين هن ليش لا يخطفوا أجي؟ مزبوط، ممكن نناقش هذا الشيء بعدين. هلا لازم ننقذ أجي. وكيف بدنا نعرف مكان أجي؟ هاي الخريطة رح توصلنا، رح تاخذنا على مكان أجي. اللي كاران، من وين جبت هالشغلات؟ هلا بعدين رح تعرفي كل شيء، خلينا نستعجل، لازم ننقذ حياته. صح، يلا لكان. يلا غطي. يلا يلا. ثيابك ريتة العملة حالك؟ اي يا خالي. تفضلي الشاي. شكرا كثير. بامي، عن شو كنتوا عم تحكم بارح؟ شو قصة السم بالأكل؟ ومين المجرم اللي لازم يتعاقب؟ كريتي شو كانت عم تقول؟ وأكل مين اللي تسمى؟ وإنتوا شو علاقتكم بالموضوع؟ إنتوا شو مخبيين؟ لا تخافي، احكيلي. احكيلي بنتي. الحقيقة خالي ما في شي. إنتي كمان رح تخبي علي؟ خالي أنا الحقيقة ما في شي لحتى خبيه عليكي أصلاً. لكان احكيلي. رح أحكيلك الحقيقة، إنه في حدا حط سم بأكل رفيقتنا، ورفيقتنا هلأ وضعها خطير شوي، وبعد هالشي وضعها صار صعب وهي بحالة حرجة. والحقيقة مديرنا هو حمل مسؤولية هالشي هاد، وهو وعدنا إنه رح يلاقي المجرم يلي عمل هذا الشيء، وهالشيء صعب عليه شوي، ونحن حابين إنه نساعده لأنه البنت رفيقتنا. وهاد بس يلي كانت عم تحكي عنه كاتي. إذا كنتوا هيك عم تتصرفوا بنتي، أنتوا كيف رح تربوا أولادكم؟ أولاد؟ ليش هي عم تحكي عن الأولاد؟ كاتي، أنت هلأ حطيتيني بورطة كبيرة، لأنه إذا بضل عم كذب هيك آخرتي رح تكون وخيمة بسبب هذا الشي، وشكلي رح صير نظف أحذية. هذا البناء نفسه اللي قال لي الدكتور عنه، يعني نحن بالمكان الصح. استنى شوي كاران، تعرف شغلة؟ كنت لاحق أنايدا وقت وصلت لهون، هي فجأة اختفت، وقت ضيعتها وما عاد عرفت وينها. هذا بيعني إنه أنايدا جوات هذا المبنى وما راحت لأي مكان. إيه، هي أكيد هلأ هون. معناها آجي موجود بهالمبنى كمان. إيه مزبوط. خلينا نشوف. اختي اهدي، كل شيء رح يكون منيح، الأمور كلها رح تنحل، الله رح يساعدك ويحل كل شيء، وأنا واثقة إنه رديمة رح تتعافى وتطيب إن شاء الله. صار شغلات كتير سيئة بوقت قصير، وأنا ما عم بقدر أفهم شو عم بيصير معي. أنتي بس لازم تصبري، بس اصبري، والله ما رح يتخلى عنك أبدا، بعدين نحن كلنا معك وما بنتركك. ها؟ صحيح، يا ترى كاتي وبامي إجوا لهون شي؟
ايه هن اجوا لهون، بس ما بعرف وين راحوا بعد ما شافوا ريديما. يا ربي دخيلك، يا رب تحمي هالبنات وتكون معهم. طيب وكاران، شو صار مع كاران؟ شو صار اختي؟ انتي ليش عم تبكي؟ ها؟ كاران راح مشان ينقذ حياة ابني. راح لحتى ينقذ حياة اجاي؟ ليش؟ شو بقى اجاي كمان؟ لأنه في عالم خطفوا ابني اجاي. اهلين. اهلين. اهلين فيكي. طمنيني، كيف صار وضع بنتك هلا؟ هي بخير، الدكاترة عم يعملوا جهدهم ليساعدوها. شو وينه كاران؟ أنا بدي أحكي معه ضروري. والله كاران طلع من المشفى. ليش طلع من المشفى؟ لأنه في عنده شغل كتير مهم برا المشفى. شو هالحكي الفاضي؟ أنا ما سمحت لحدا يطلع لحتى تستعيد وعي بنتك ريديما. ما حدا بيغادر المكان هون بدون إذني. قلتي لي كاران مو هون لكان. هالشي هذا بيعني إنه كاتي وبارميندر هن المجرمين، لهيك عم يهربوا من القانون. لأمتى رح يضلوا هربانين؟ أولاً وأخيراً رح نعتقلهم ونحطهم بالسجن، وبوعدك إنه رح يقضوا حياتهم كلها جوا السجن، ماشي؟ لا 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 لا، لا تحكي هيك، أنا بترجاك. صدقني هن ما عملوا أي شيء غلط، هن بريئين تماماً. لازم تصدقني، كاران رح لحتى ينقذ حياة أخوه لري. قلتي أخوه لري؟ ليش شو صار له؟ الحقيقة يا سيدي، في حدا خطفه لأجي. شو؟ جيمي، انت شو عم تعمل هون؟ شفتك فايتي على المبنى، لهيك فكرت اني اسالك اذا صار معك شي مشكلة، يعني قلت بركي بساعدك بشي. يعني انت بخير؟ بتعرفي أنايدا، عن جد انا كتير بحبك. الحقيقة ما فيي شوفك واقع بمشكلة وما ساعدك. انا كتير بحبك. انا بحبك كمان. بالمناسبة هداك اليوم فيت جاي ما شك فينا أنا وأنت. ممتاز، منيح كتير. شو عم تعملي هون؟ الحقيقة يا مدام، اتصل السيد فيت جاي ميهرا وقال رح يرجع لهون، والشاب لساته جوا نايم. طيب ماشي، روح انت هلا بجي. حاضر مدام. ومين هاد بقى؟ وعن اي شب كان عم يحكي؟ انا شو بدي اقول له هلا، وكيف بدي برر له وجودي هون؟ وهاد شو جابه لهون هلا؟ ما عندي حل الا انه خبره بالحقيقه، بس بشرط يوعدني ما يقول لحدا. شو عم يصير؟ ان شاء الله كل شيء منيح. ايه جيمي، صراحه انا ما بدي اخبي عنك شيء، عشان هيك أنا بدي إياك إنك توعدني هلأ إنه الشي اللي بدي أقول لك يا ما تقوله لحدا بنوم. أنت لازم توعدني بهالشي. ماشي، أنا بوعدك. جيمي، نحن يلي خطفنا أخوه لري. شو؟ طيب ليش؟ صدقني رح أشرح لك كل شي بعدين. هلا هو موجود بالغرفة رقم 102، شو رأيك تروح معي لحتى تشوفه؟
ماشي خلينا نروح. ماشي يلا. تعال. لا تقلق، هو جاي معي. خلينا نفوت. تعال جيمي. لكن سيد أجي نام كتير منيح ما؟ هذا أخوها لاري؟ كران نحن لازم نفوت لجوا معهم. جيمي رح يهتم بأنايدا ويلهيها ونحن منحرر أجي. ما بعتقد هالشي. نحن ما فينا نفوت لجوا. أكيد في حدا تاني معهم. أنايدا اطلبي منهم يستنوا برا شوي إذا بتريدي. بدي أحكي معك بشغلة مهمة كتير. أكيد. روحوا استنوا شوي بالغرفة التانية لا تجوا لناديلكن. فهمتوا علي ما؟ هلا الوقت المناسب. يلا يلا اعطيني الرقم. 9821 982. ايه يا اجي اللي بشو حاسس هلا؟ وقت انا طلبت منك توقع كل الاوراق وين كان عقلك بوقتها يا ترى؟ ليش كاران ما عم يرد على التليفون؟ العمى وين التليفون؟ يا ربي